في قطاع غزة. والله يا سماحة جزفت أنا وياك نهار 10 قلنا راهو لو يوم تدخل قوات النخبة سترون ما يثلج الصدور. العملية هذيك بالمنظور العسكري اسمها الإغارة، مش الغارة، الإغارة. الإغارة لو كان اليوم أنا باش ندرس نرجع للمدرسة اللي كنت نقري فيها وباش نقري الإغارة ما نجم ما نلقاش حاجة أروع من هكاك. هضبة رملية سما شكون سائل قال شبيه حفاية. أي لا قالوا مساكن حفاية. مساكن حفاية لو كان لو كان لابسين أحذية أحذية ما يطلعوش بالسرعة هذيك لأن رمال مبلولة. ثم تسللوا في هضبة رملية صعبة وقاموا بالإغارة. هذا كان مركز رصد ومراقبة إسرائيلي. يعني الجيش دائما يأخذ مرتفع يحط فيه حظيرة مع 10 أفراد وعشوا مع 10 ثم يراقب الميدان كاملا. العملية هي الإغارة، الجزء الأول تاعها هو التسلل، كيف سنصل إلى منطقة العدو دون أن يتفطن إليها. إذن مكان تسلوا منه وكيف وصلوا، بصراحة قلت لك رو إعجاز عسكري مرة أخرى. ثم الطريقة التي هجموا بها على النقطة يسموه بالفرنسية لفي شوك، يعني ما نخليش للعدو حتى ثانية باش يفيق ولا رد الفعل. وأبادوهم يعني برميات الصدمة يعني بالأسلحة الخفيفة يعني بالبنادق والرشاشات وفي في لحظات. يعني والله أنا كلمت على صحيح على قوة النخبة لكن ما كنتش نتصور اللي هو نجاعة بالقوة هذه، ويعني ما نعرفش باش نوصفها العملية. أما راو العباد اللي عندهم خاطر احنا في الكفيش ندرسوا عندنا أفلام، يعني أفلام وثائقية تدرس الإغارة من حروب قديمة. أنا متأكد المدارس الكل باش تعمل توا باش ترمي الأشرطة القديمة وتحط كمين، هذا مش كمين راو إغارة جحر الديك، لأنه بصراحة ولكن هذا راو هذا قليل من كثير. علاش الإسرائيل اليوم قالت راه ستدوم أشهر وقالت أن اليوم وصلنا إلى أشياء لم نعد نفهمها؟ قال هذا ناطق رسمي أمس قال راه وصلنا إلى معناها وضعية لم نعد نفهم ما يحدث والأمور صعبة. ليش مرة أخرى راي تدخلت القوات يعني. وفي المقابلة شو شفنا؟ شفنا مهزلة أخرى مهزلة مضحكة، يعني نفق أي. نفق حتى من الرمانة اليدوية خاطئة. هذا يعني هذا الفيديو الذي نشره الإعلام العبري. الإعلام العبري معناه لقاو نفق يرميه عليه يرمي على النفق، مش حتى داخل النفق، خارج النفق. ثم أخذ رمانة يدوية وهي رمانة يدوية هجومية تأثيرها ضعيف جدا لأن الرمانة اليدوية التي تقتل هي فيها خطوط تلقاها مصبعة، يعني رمانة مش تعرفوا لما تكون ملساء راهي هذيك فقط للتخويف لإصدار صوت ويعني بداية هجوم يستعملوها قبل الهجوم يعطيك مثلا صحة. والأخرى اللي باش تقتل راهي رمانة يدوية محرفة يعني تنفجر ويخرج منها شظايا قاتلة. إذا حتى يا رسول الله يعني يعني والله قلت لك بدي نشك فيها الجيش وشك في قدراته ثم يرمي ويخر يا اخي ما يحشموش باش يوري والله العظيم يا اخي ما عندهمش مراقبة عسكرية. انا لا اصدق ما اراه بصراحة. من في نفس النهار شوف هذا وشوف هذا تقول لن ينتصروا لن ينتصروا. اللي شفناه هذايا سينكسرون وأنا متأكد أكثر من أي وقت مضى أنهم سينكسرون وسينهزمون عسكريا. موشي كابلينسكي اللي هو قائد جولاني الأسبق يقول اللواء خسر منذ 7 أكتوبر ربع قواته بين قتيل وجريح إذ قتل 82 ضابط وجندي. ما معنى اللواء يخسر ربع؟ 4000 اللواء هو 4000 هو وحدة متعدد الكتاب. تلقى فيها كتاب على الأقل 2 كتائب مشات، تلقى فيها كتيبة مدرعات، تلقى فيها كتيبة هنسة، يعني 4000 رجل على الأقل. هذا بالنسبة للواء. لما يقول خسرت الربع عامل حساب 4000 على 4 هذه راهو نتكلم على وحدة برك خاطر هما 4 فرق قاتلوا، هذه وحدة منهم خسرت الربع يعني 1000 باش تفهم 1000 وكي 1000 جندي راو ثم فيهم على الأقل 80 فعلا 80 ضابط. يعني العملية الحسابية بسيطة. مرة أخرى يفضحوا رواحهم ومرة أخرى يعطيوا أرقام تدل على الرقم الجملي وهم في قلب المعركة. يعني هو موقف يعني ساعات يعني قائد عسكري يتحدث عن خسائره في قلب المعركة. سيد العميد هو لا هو مش هو راهو اليوم يتسبب باش يعطي تفسير شعبه علاش لم معناه معاش نجم يقوم. يقول لك أنا لما نخسر ربع تعرف أنا وحدة لواء يخسر ربع ينسحب عسكري نتكلم ينسحب
ليش؟ لانه يعمل كومبليتمون، لانه وقت يخسر ربع لم يعد قادر على القتال. معناها اذا انا عندي لواء نقدم به في 4000 رجل وعندي وحدات ثم خسرت الربع، نواصل؟ كان وصل القدرات نتاعي نقصت، جوانحي تقصت، شنو نعمل؟ لابد ان اتوقف ويصير ما يسمى بالريكومبليتمون، يعني استكمال الخسائر واستكمال الذخائر واستكمال، يعني يعوضوا له، خاطر ثم الجي 1 اللي هو المكلف الافراد لازم حتما يعوض الافراد اللي خسرهم راه باش يوصل القتال. نتكلم على المنظور العسكري، لابد ان تتم يعني اعطاء عديد اضافي لتعويض العديد الذي خسره ويعوضوا المعدات، سينو يولي ما عادش قادر على القتال. احمد الغربي، هو اليوم تاكدنا انه فما عقل مدبر وراء المقاومه، معناه كل شيء محسوب، وكانها يصلح لي سيد العميد كان غلط، هذه يطلق علي حرب شوارع، ام هذه حرب شوارع جديده ما لم نراها من قبل، لريناها في فيتنام، لريناها في افغانستان، ما ريناهاش في العراق، هي حرب شوارع جديده منظمه. معناها هو جيش عرمرم يدعي كونه جيش عرمرم، البارح ثلاثه من اسراهم معناها قتلوهم، هزوا لهم الرايه البيضه، هزوا لهم كل شيء، ما خليهم ما عملوا وتعمدوا قتل، معناتها المنطق الاشياء وتصرفات هذا اللي يدعي نفسه جيش، هو عصابات مو جيش، لانه بالمنطق العسكري اللي يعملوا فيه الكل، وهو قاعد نسمع في السيد العميد انا كاكثر من فرصه، انا وبرشا عبيد نسمعوا فيه السيد العميد، تعلمنا شويه ثقافه نتاع عسكر، دونك كي راو اللي الشيء اللي يعملوا فيه ماهوش نتاع جيش اللي احنا كبرنا به اكثر من لازم، هذا جيش معناه يخرجوا لك ثلاثة أسرة عملوا لي كل شيء، حكاوا معك بالعبرية، عملوا لك الراية البيضة، نحوا حوايجهم هذي كل وتقتله، جيش يعمل في دي بيتيز بالعربي، شو اسمه بيتيز، نعطيك تفسير عليه شو هي لي بيتيز بالعربي شو نسميهم نحن، يسمعوا فينا حمقات ناس حمقات التي خلينا نقولوا فقدوا صوابهم. هذيك عملية واضحة، وهذيك جبتها بقدي يعطيك الصحة، روى الأمر العمليات آخر فاسيكول فيه، آخر جزء فيه اسمه The rules of engagement، قواعد الاشتباك، فتحوا رواحهم، لأنه إيش معناها؟ معناها راهو قواعد الاشتباك تاع الجيش هذايا الصهيوني، أرمي على كل ما يتحرك مدني، يعني فتحوا هم بيدهم جبدوها جبدوها، والحكاية هذه عملت علاش عملت ضجة، مشكلة كبيرة، عملوا بلاغ وكان سكت وكان خير، راهو العسكري ما يتصرفش من راسه، قلت لك آخر جزء في أمر عمليات اسمه قواعد الاشتباك، وهو الأمر الذي باش يمشي به، باش يقول له رد بالك ولا ارمي، هذا قال له ارمي على كل ما يتحرك مدني عسكري معناها غير معروف، وهذاك علاش توا حتى القواعد هذه باش تغير اجباريا، باش تغير ليش؟ لانه ما نجمش يوصل بها. هاك شفتوا زوز حوادث، مش حادث برك، حادث الاول قتلوا واحد الكوموندون تاعهم جا في سياره معناها سياره اسعاف وحاول ينقذ، على فكره حتى حد ما سال علاش كيفاش خرجوا ثلاثه ذوب، راه مش عند القسام كلهم، راه القسام اللي عنده هذوكم أمس حمد، يعني ثلاثة أسرى هذو هذوما عنده اللي قتلوا برشا فصائل، هذوما ثلاثة كانوا عند فصيل من الفصائل وفي بقعة من الطرف صار الرمي، خرجوا خاطر الرمي يكثر على بقعة، فهمتي؟ ما كانوش في نفق، كانوا في منزل، خرجوا يلوحوا معناها ويتكلموا بالعبري وعايتوا وعملوا SOS بالعبري في البلاصة اللي هما فيها، علاش؟ لأنه الجندي اللي رمى عنده قواعد الاشتباك بتاعه واضحة وجلية، ونحن انا عسكري نعرف لما نبعث جنودي اهم حاجه نثبت فيها هو قواعد الاشتباك، ولو انه طريقه خروجهم سامحني مش نحتكرش الكلمه، طريقه خروجهم سيد العميد النتيجه اللي صارت فيها كونه الشعب الاسرائيلي المستوطنين هذوما الاسرائيليين خرجوا ولاو يتظاهروا يحبوا على سرعوا في انه يصير بيثما تشوف تشوف يعني ربما كان يدبر العمليه مش كهروب هروب وصار عليها فخر باش يصير عليها وصار عليها. الاهم من حاجه تفكروش وقت اللي تم اتهام الجيش الاسرائيلي في 7 اكتوبر هو اللي قتل الناس في غلاف غزه ماهيش المقاومه، لا هو قتل، هو نحن نقولوا نعرفوا لا في بالنا وقت اللي نقولوا راهو المدنيين في غلاف غزه قتلهم الجيش الاسرائيلي بتعليمات من نتنياهو، العملية هذه اتأكد إلي الجيش الإسرائيلي